طبت لي بنية على الانستغرام وقالت لي أنا حبيبة نورمار السابقة وأنا كان عندي علاقة بي وأعرف حبيبته الحالية من هي وشنو السبب اللي خلاني أعترف بهذا الشيء، لأن هذا الشخص من صار نجم عافاني وقام ما يبوع بي. السلام عليكم إخواني، شلونكم؟ يا رب الكل بخير. طبعا حسابي الانستغرام ب 150 ألف متابع، واليوم الواحد تجيني فوق الألف، ألف ونص قصة، واني احتار شنزل للجمهور، واحتار اوصل رسالة من، واحتار اوصل يعني القضية للجمهور يعطون رأيهم بالتعليقات. بس هاي البنية حلفتني بداعت امي وبقت حلف بي واعترفت لي عن حبها بنور مار، واني ما صدقت. والبنية خابرتني اتصالا وتبكي، قالت انا كان عندي علاقة بي من كان بسوريا هنا ومن كان بحلب، وكنت احبه ويحبني، بس هذا الشخص من راح تركيا وصار عنده متابعين وصار نجم عافاني ونكر حبي إله. قمت أراسله من كل الحسابات، قام ما يحكي وياي ونكر حبي إله. فالبنية جاي تحكي وياي بالدموع، وهنا أنا كلش ما صارت على أعصابي ونزلت هذا الموضوع على قناتي بالتيك توك، والولد شخصيا علق باستهزاء، قال إيه إذا عندك حسابها طينياها وينها، أنا أريدها، يعني باستهزاء على هاي البنية. اليوم إحنا من أصحاب فضل الناس علينا. اليوم شخص من يجيني يعطيني لايك صاحب فضل علي، من يعلق صاحب فضل علي، من يشترك بقناتي صاحب فضل علي، أنا من يصير عندي متابعين، غير أكون طيب، غير أرد على العالم، غير أجاوب العالم بالخاص، غير أكون إنسان أحب الناس مثل ما الناس صعدتني وحبتني، ما أظل أنحثر وامشي هيك ورافع عضلاتي. ليش إحنا كنا بشر، وإحنا كنا بشر وكنا نفس الهوى نشتم، ونفس المي نشربه، ونفس الأكل الناكلة، ونفس الدم، ونفس التفكير. ترى اليوم ماكو واحد أحسن من واحد، أو ما أحسب روحي رب ثاني، هذا الشيء غلط. الناس اللي سوتني والناس صعبة فضل علي، منا اليوم الدين، وأي شخص يجيني محتاج مساعدة، محتاج شيء، يفقس هاي قبل هاي، هاي وحدة. بس صدمتني، قلت لها من هو اللي حاليا حبيبته؟ قالت حبيبته حاليا بالتيم مالته، وأبسط مثال هاي الأغنية اللي نزلها. فحبيت أني يعني أخليها بعقلي وأمخمخها، فأجيت أنزلها باليوتيوب وأرد أشوف رأي المتابعين، منو الحبيبة بالفريق مالته اللي يحبها، هاي وحدة. وثاني شيء خاف يجيني واحد أنت تدور دراما، دور مشاهدات، الحمد لله وشكر أنا ما محتاج هذا الشيء، ولو أرد أسوي دراما هواي أسوي دراما، بس هذا مو ثوبي. بس أني هواي تجيني بنات وهواي يجوني شباب يروون القصص مالتهم، وأنزلها باليوتيوب وأنزلها بالإنستغرام وأنزلها بالتيك توك، لأن العالم ما عنده شخص تحكي له، ومن تجي تحكي لنا إحنا حاسبتنا أخوان، واليوم الشخص من حسبك أخو، هاي كل كبيرة، واليوم الشخص صاحب فضل علي أخلي على رأسي. ترى هذا الشخص من يجي يحكي له قصته، ومن يجي يشارك وياك ويسولف وياك، ترى هذا مو محبته بالرقم مالتك، أنت يوتيوبر عندك متابعين، لا، محبة بيك أنت، يحبك وحاسبه قدوة. اليوم أنا منعتبر شخص قدوة، غير هاي القدوة تعلمني الصح من الغلط، هاي القدوة ما تنكر شخص صاحب فضل عليها، ما تنكر شخص كان يحبها، ما تنكر شخص على مود الأرقام. اليوم مع كل الأسف نشوف هواي عالم يشوف ناس أرقام، يشوف ناس أرقام ما يشوفه بشر، وما يشوفه بشر حالة من حالة، وإنسان طيب ويحبه ويحترمه ويخليه يم قلبه. اليوم صارت الدراما هي الأولى، صارت يوم العالم تحب المشاكل، تحب السوفتن. فإحنا هدفنا الرسالة، والله العظيم أنا بالنسبة لي حسين نصار، واحترف من هاي المنصة، أي بنية وأي شخص عنده علاقة مشهورة، مشهور بأي شيء يجي يحكي لي، وهاي القناة مالتكم، أجي أرويها للعالم، والعالم بالتعليقات هي تكتب. إحنا اليوم من العالم تجي، ترى هاي صعبة فضل علينا، اليوم العالم مثل ما سوتنا لازم إحنا نساعدها، ولازم إحنا نوصل صوتها، ولازم إحنا نوصل قصصها للعالم. بس هاي كانت الرسالة وهذا الهدف من هذا الفيديو. أني متابعين يدرون بي، أحب أوصل رسالة وأحب أزرع البسمة وأحب أوصل هدف، أتمنى من هاي القصة يوصل الهدف وتوصل الرسالة. يا متابعيني اللي أحبكم هواية، اللي انتم رفعت راسي، شكرا لدعمكم الي. اتمنى من جمهور الكريم ينطونا رايهم بهاي البنيه، هل هاي البنيه فعلا عندها علاقه بنورمان؟ هل هاي البنيه تكذب؟ يعني انا نقلت كلامها لكم يا جمهوري. اتمنى تعطون البنيه رايكم بالتعليقات، تعطونا رايكم انتم بالتعليقات، واتمنى تخلون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون الجرس، واحبكم هوايه. وكلمه واحده بس، الله كبير، فقط الله سبحانه وتعالى كبير، واحنا كله عباد، واحنا كنا هي جوا.
شكرا لكم، في أمان.